السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما رح طول عليكم، الفيديو تبعنا اليوم رح يحكي عن مواضيع كتيرة، والمواضيع اللي هي بتتعلق بسياسة لم الشمل وبسياسة الترحيل وبسياسة اللجوء الجديدة. هدول ثلاث نقاط رح يكونوا أساسيات بالنسبة للحكومة الجديدة، والأحزاب اتفقوا عليها أغلبيتهم على هاي النقاط، وهي النقاط رح تتنفذ إن شاء الله بسنة 2022. قبل كنت عامل فيديو أنا أنه في بعض المقترحات اقترحوها بالنسبة لموضوع اللجوء، هلأ هاي المواضيع رح نحكي فيها رح تتنفذ إن شاء الله بسنة 2022، يعني اتفقوا عليها، هاي القرارات اتفقوا عليها رح تتنفذ، تمام؟ فرح نحكي على نقطة نقطة إن شاء الله بهذا الموضوع، وأشرح لكم أنا وأعطيكم لمحة سريعة عن القرارات يلي طلعت جديدة بخصوص اللجوء والترحيل ولم الشمل، تمام؟ قبل ما نبلش رجاء اشتركوا بالقناة اللي ما لم يشتركوا القناة، واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن المشاهدات، بالإضافة فعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء فيديوهات أنا منزلها جديد بحكي فيها عن هاي المواضيع، تمام؟ يلا خلينا نبلش. رح نبلش بأول نقطة، ورجاء يا جماعة لا حدا يتحسس من أنا يلي عم بحكي هلا، لأنه هي القرارات مو من عندي، هي قرارات من حكومة ألمانية اتفقوا عليها وهن يلي حكوا، فأنا بس عم بنقل القرارات وبنقل المواضيع يلي حكوا فيها بخصوص اللجوء واللي ذكرنا، تمام؟ فما حدا يتحسس مني أن القرارات مو من عندي مو أنا اللي مطالعها، تمام؟ فرح نبلش أول شيء هلأ بموضوع الترحيل، سياسة الحكومة الألمانية الجديدة، مو كل مين رح يجي على ألمانيا رح يكون له الحق أنه يضل بألمانيا، يعني هلأ مو كل مين اجى على باله انه يطلع على ألمانيا، يهاجر على ألمانيا، يفوت على ألمانيا انه يتوقع انه يحصل على طلب لجوء، لا، الحكومة الجديدة عم تقلك انه راح يتم انشاء وحدات خاصة لتنفيذ اجراءات الترحيل، وخاصة لأصحاب الجرائم والمشاكل والناس اللي عم تعمل مشاكل للدولة الألمانية، وعم تعمل كتير أمور عم تضر الحكومة الألمانية والشعب الألماني، تمام؟ فرح يتم إنشاء وحدات خاصة لهذا الموضوع، إنه الشخص وقت اللي يكون فيه عليه ترحيل فوراً بده يترحل، ما في يعني رحمة، تمام؟ فوراً رح يترحل، فهذا الموضوع رح يكونوا حاسمين فيه وجازمين فيه، يعني ما في نقاش، تمام؟ ومثل ما قلت لكم رح يعطوا هاي الموضوع لأصحاب الجرائم والمشاكل واللي إلهم سوابق بألمانيا واللي عم يعملوا مشاكل في ألمانيا. هاي شغلة. شغلة تانية رح يتم التركيز على الترحيل الطوعي، الخروج الطوعي. كيف يعني الترحيل الطوعي؟ هلا هون بالعادة بألمانيا وقت الشخص بيجي ترحيل بيبعتوا له بوست، بيقولوا له بالبوست بالبريد اللي بعتوا له اياه بيقولوا له انه معك 48 يوم، وفي منهم بيعطوهم 14 يوم، تمام، انه يغادر ألمانيا طوعيا. وين بده يغادر؟ يستفيد، هو يطلع على بلد أوروبية تانية، بيطلع بيرجع على بلده، ما بهم، مهم انه يغادر ألمانيا خلال 48 يوم او 14 يوم، تمام؟ فهاي هذا الموضوع الحكومة عم تقلك انه نحن رح نضل مركزين عليه، انه الشخص منعطيه مهلة نحن 48 يوم او 14 يوم انه يطلع، اذا ما طلع خلال هاي الفترة رح ينجاب ويترحل بالطريقة اللي قلت لكم عليها، اللي هي حين الوحدات الخاصة رح يعملوها لأمور الترحيل، بس هن رح يكونوا أول شيء مسالمين إنه هي قرار ترحيل، تحمل حالك وبتطلع خلال 48 يوم أو 14 يوم، فرح يكونوا كمان في عندهم إنسانية بهذا الموضوع. في قرار جديد كمان بالنسبة للناس اللي عم يجوا من البلاد اللي ما فيها مشاكل، اللي ما فيها حروب، بلاد آمنة، مثل مثلا عم يقصدوا بهذا القرار هن انه الدول الاوروبيه، لانه في دول هون باوروبا مثل ايطاليا، اسبانيا، برتغال،
هي دول فقيرة، فعم يجوا الناس ويعملوا هون طلبات لجوء، تمام؟ وفي دول عربية كمان تانية ما فيها حروب، ما فيها مشاكل، في دول آسيوية ما فيها حروب، ما فيها مشاكل. هذول الجماعة رح يكون طلباتهم لها أفضلية. كيف يعني لها أفضلية؟ يعني حيجي واحد مثلا ما رح أسكن البلد، من أي بلد ما في حرب، ما في مشاكل، ما في عليه قصص، ما في عليه شيء، رح يجي يقدم طلب اللجوء تبعه بالمركز اللجوء، رح يشوفه هو جنسيته، رح يتم ويعطوا الأفضلية لهذا الطلب أنه يندرس بسرعة. يعني بدهم يدرسوا طلبه بسرعة وياخذوا قرار، يا بيرحلوا يا بيخلوا، تمام؟ يعني هذا الموضوع رح يركزوا عليه. قالوا نحن حنركز على هذا الموضوع، الناس اللي حتيجي لعنا على ألمانيا ما لها حق أنه تتقدم لجوء بألمانيا، ما في عليها مشاكل، ما في عليها أي أمور، وبلدهم ما فيها شيء، رح يكون في أفضلية لهي الطلبات أنه تتعالج ويتم القرار فيها فوري وسريع، تمام؟ طيب، في عنا كمان قرار جديد يلي هو بيقول أنه تمويل الدولة للناس، تمام؟ كيف يعني تمويل الدولة للناس؟ هلأ هون وقت كانوا يعطوا قرارات ترحيل لعائلات أو لأشخاص، الدولة كانت تقترح عليهم يعني أموال، بتقول لهم أنه هي مبالغ مادية بتطلعوا من عنا من البلد، تروحوا على بلدكم، وبنفس الوقت بيشجعوهم أنه كانوا يعطوهم مثلا راتب لمدة سنة ببلدهم وهن قاعدين، يعني بيقولوا لهم رجعوا على بلدكم، عدوا ببلدكم ونحن بنعطيكم راتب سنوي وانتوا قاعدين ببلدكم. يعني رح يكون في دعم لهذا الموضوع وتمويل الدولة بالنسبة لهذا الموضوع، انه الناس اللي عليهم ترحيل خلص لازم يترحلوا، رح يشجعوهم انه ياخذوا مصاري، وبنفس الوقت يشجعوهم انه بس يصيروا بلدهم رح يبعثوا لهم رواتب شهرية لمدة سنة مثلا او فترة معينة، تمام؟ فهذا موضوع رح يركزوا عليه كمان، رح يتخذوه القرار، تمام. في عنا نقطة تانية كمان، رح يتم إنشاء مراكز مساعدة خاصة بهذا الموضوع. كيف يعني؟ يعني الناس اللي عليهم ترحيل رح يعملوا مراكز مساعدة خصوصي للناس اللي عليها ترحيل، إنهم يروحوا على مراكز الترحيل هاي وياخذوا استشارات، وبنفس الوقت المراكز هاي تشجعهم إنه يرجعوا على بلدهم، لأنه في قوانين رح يقولوا لهم إياها إنه ما رح تسنوا تعدوا، ما رح تسنوا تطعنوا بالقرار أو هي قصص يعني وما شابه، تمام؟ لأنه في قرار جديد كمان إنه ما عاد يحسن الواحد يعمل طعن، هلا رح أحكيه بالوقت اللي جاي إن شاء الله. فرح يتم إنشاء مراكز للناس خصوصي يعطوها النصائح بهذا الموضوع تبع الترحيل. آخر نقطة بهذا الموضوع، هلا مثلا في ناس بيكون في عليهم ترحيل، تمام؟ عائلات مثلا بيكون في عليهم ترحيل، هالعائلات بيكون معهم أطفال، فقرار جديد عم يقولوه انه وتكون في عائلة عليها ترحيل بياخدوها للعائلة وبيحطوها بالمكان التجمع تبع الناس اللي عليهم ترحيل، واحيانا في اماكن بيكون فيها مثل اسياج او بيكون فيها يعني مثل سجن تقريبا. فهذا الموضوع انه عم يقولوا لك انه رح اذا كان في عائلة معها اطفال رح ناخد الاطفال ونحطهم بمكان في حرية اكثر، وما يكون في بوادر سجن او اسلاك او شيء مشان نفسية الطفل ما تتعب او تنزعج من هذا الموضوع. فراح يحطوا الاطفال بمراكز خاصة لهم، والاهالي راح يحطوهم بالمراكز تبع الترحيل اللي هي بيكون فيها احيانا اسياج او بيكون فيها قضبان او قصص، تمام؟ فهذا الموضوع راح يكونوا حذرين فيه بالنسبة لموضوع الاطفال. بس طبعا في شغلة انه راح يفصلوهم فصل، مو انه راح ياخدوهم انه نهائي اخذ نهائي، لا، بس فصل، وطبعا بيشوفوهم بيكونوا قراب على بعض، بيشوفوا بعضهم الاطفال مع اهاليهم وكذا، بس انه سكنهم حيكون مو بالكامب اللي عليه اسياج وهيك قصص وهيك شغلات، تمام. هلا راح نبلش بموضوع طلبات اللجوء، يعني كل مين راح يجي على المانيا ويقدم طلب لجوء بالمانيا. في نقاط راح نحكي عليها، وهي النقاط رح أشرح لكم عليها واحدة واحدة إن شاء الله. هلأ أول نقطة بالنسبة للناس اللي رح تيجي على ألمانيا، الناس اللي حيكون في عندها أسباب خاصة جدا، تمام، وإنه يا يعني لازم الحكومة الألمانية تساعدهم وتعطيهم حماية أو إقامات، رح يتم معالجة طلباتهم بتأني وبنفس الوقت بتعاون مع هدول الأشخاص. هلأ مين هدول الأشخاص؟
ما نذكر من هن دول الأشخاص، بس أنا باعتقادي الأشخاص هدول رح يكونوا يلي عندهم مثلا مهددين ببلاد هون، الناس مثلا اللي عندهم بظن أنه عندهم إعاقة أو عندهم حالة خاصة أو في شيء يعني بحاجة أنه يعني مهددين من حدا أو مضطهدين أو أي شيء، يعني بظن هيك يعني تمام. هدول رح يكون طلباتهم في إلها أولوية ورح يكون فيها عناية أكتر بالنسبة لموضوع طلبات اللجوء. عنا كمان نقطة تانية، رح يتم إنشاء مراكز بكل ألمانيا. هاي المراكز رح تكون يعني اللي حيجي على ألمانيا وبدي يقدم لجوء بألمانيا بيروح على هالمكتب هاد بيعطوه نصائح تمام. يعني هدول المكتب بيعطوه نصائح إنه كيف يقدم طلب لجوءه، شو الأوراق اللي لازم تكون معه، شو الأفضل له، شو اللي ممنيح له، فراح يعطوه نصائح كيف إنه يحسن يقدم طلب اللجوء بألمانيا. وبنفس الوقت هن يحضروا له أوراقه، شو معه أوراق، شو معه إثباتات، شو بيكون لازم مطلوب منه بالمقابلة، راح يساعدوه بهذا الموضوع كلياته ويجهزوا له الأمور هي كلياتها. ليش بنعملوا هالمراكز؟ أول شغلة مشان الناس تعرف قديش ممكن يقعد طلبها، بيعطونا فكرة إنه الطلب بس يتقدم بيقعد من كذا لكذا، وبنفس الوقت مشان يكون في تسريع بدراسة الطلب. يعني الناس وتحتروح عند المكتب هاد طبعا نصائح تقدم الطلب وتعطيه الطلب وياخذ الوراء وعلى 24 يكون كله جاهز، بتقدم الملف للمحكمة فورا بياخذوا قرار لأنه بيكون في شيء مكتوب ومدروس ومعلومات موجودة بالملف هذا. بالإضافة في قرار جديد، الحكومة الألمانية كلهم اتفقوا أنه على تسريع القرارات والإجراءات بالبت بطلبات اللجوء. يعني كل مين رح يجي يقدم لجوء بألمانيا هلأ الطلب كان ينحطهم بألمانيا يتقدم ما يعرف على حاله الواحد امتى يجي يرد، 3 شهور، 6 شهور، سنة، سنة ونص، في ناس قعدت سنتين لحتى اجاها رد، وفي ناس قعدت 6 شهور، في ناس قعدت شهر، فكان الواحد يجي ما يعرف تمام. هلأ لا، عم يقولوا لك انه نحن الطلبات تبع اللجوء وقت اللي حتتقدم لازم تندرس بأسرع وقت ممكن ويتاخد قرار فيها بأسرع وقت ممكن. طبعا هن ما رح يتخذوا قرارات انه يلا هيك على الماشي، لا، رح يكون في ناس خبيرة بهالموضوع ورح يكون في أدلة ياخذوها من الأشخاص وبناء عليها يتخذوا القرار بهذا الموضوع. فهذا الموضوع كتير مهم صراحة وكتير تعب ناس هون، كتير تعبنا يعني انه نقدم الطلب ما نعرف امتى بدنا ناخذ قرار بهذا الموضوع. فهذا الموضوع اتفقوا عليه انه يتم تسريع الطلبات اللجوء. كمان في عنا نقطة جديدة اتفقوا عليها الحكومة اللي هي انه رح يتم مساعدة المحاكم وتخفيف العبء عليها. المحاكم صار عليها اخر فترة عبء كتير. بسبب شو؟ الناس بتيجي لهون على ألمانيا بتقدم طلب لجوء تمام؟ بيجي هذا الطلب بينرفض، القاضي بجوز ما بيقتنع بالقضية أو ما بيقتنع بالشخص أو بيكون مزاجه مو رايق أو ما بعرف شو الأسباب اللي بتكون عنده، فكان يرفض الطلب. فوقت كان يرفض الطلب شو كان يساوي؟ كان يقول إنه بإمكانك، القانون هيك بيقول يعني، كان بيقول إنه بإمكانك خلال 14 يوم تطعن بالقرار وتقدم طعن بالمحكمة على هذا القرار تمام؟ فهلأ الحكومة الألمانية رح تلغي هذا الشيء. كيف يعني رح تلغي هذا الشيء؟ بدهم يخففوا الضغط على المحاكم، المحاكم صار في عليها كتير ضغط بهذا الموضوع انه كل ما الواحد اجى رفض عم يروح يقدم طعن، القرار عم يفوت جوا بالمحكمة بيندرس بشهرين بثلاثة بستة بسنة ما حدا بيعرف تمام؟ ليش؟ لانه في عليهم ضغط كتير. فالحكومة الألمانية عم تقولك نحن هذا الموضوع بدنا نلغيه، موضوع الطعن بدنا نلغيه. يعني هن وقت اللي حيجيهم طلب اللجوء يتقدم رح يندرس من ناس خبيرة وعنده خبرة بهذا الموضوع ورح يتاخد قرار نهائي. يعني الناس هدول الخبراء وقت حيادوا قرار رح يكون قرار نهائي، يعني ما رح يكون فيه ظلم، رح يندرس لأنه بعناية وبدقة أنه هذا الطلب والإنسان هذا أو العائلة هي تستحق مثلا تاخد إقامة ولا ما بتستحق أنه تاخد إقامة. فرح يخففوا هذا الموضوع على المحاكم، رح يلغوا موضوع أنه يصير فيه طعن بالقرار تمام؟
تمام. في عنا قرار كمان جديد اتخذوه اللي هو ما عاد في مراكز استقبال للاجئين. يعني بالعادة كان اللاجئ يجي لهون في مراكز استقبال خصوصي عملوها للاجئين، مثل مثلا ملاعب، مثل أماكن كانت فاضية عندهم عملوا فيها مراكز للناس، انه اول ما تيجي هاللاجئين على ألمانيا مشان يستوعبوا ويحطوا الناس تبين ما يبتوا بقراراتهم ويقدموا طلبات اللجوء، كانوا يجيبوهم ويستقبلوهم ويحطوهم بأماكن استقبال للجوء. هاي المراكز رح تلغيها الحكومة الألمانية، بدهم يلغوها، ما عاد يكون في مراكز استقبال. ما بعرف شو البدائل بصراحة، يعني شو البدائل لهذا الموضوع ما بعرف، بس رح تلتغى هاي المراكز، ما عاد في مراكز استقبال، رح يكون في سياسة تانية لهذا الموضوع تبع استقبال اللاجئين. وحنعرف هذا الموضوع إن شاء الله بسنة 2022 إذا الله أحيانا، لأنه القرارات هلأ كلها اتخذوها بس لسه ما شفنا شو التنفيذ وكيف حيكون. تمام؟ تمام. في عنا كمان شغلة، كمان قرار جديد طلعوه. بالعادة طلبات اللجوء المسؤول عنها كان مكتب البنف. تمام؟ هذا مكتب البنف هو كان مسؤول عن طلبات اللجوء، كان يروح الطلب اللجوء على مكتب البنف، يقعد طلب اللجوء يندرس، يهدوا راسهم عليه، يدرسوا، يمطمت سنة سنتين ما بنعرف قديش، ويقعد هذا الطلب بمكتب البنف. وبنفس الوقت صار عليهم ضغط كمان هذول الجماعة، فهلأ عم يقولوا لك انه رح يعملوا مراكز جديدة تساعد مكتب البنف بهذا الموضوع. كيف يعني؟ هلا مكتب البنف صار في عليه كتير ضغط، طلبات لجوء مليون ولا مليونين، عليه كتير ضغط، فهلا رح يساووا مراكز جديدة تساعد مكتب البنف بدراسة الطلبات تبع اللجوء. ليش؟ مشان مثل ما حكينا بدهم يسرعوا طلبات اللجوء ويسرعوا البت بطلبات اللجوء، فهذا الموضوع رح يعملوا مراكز جديدة تساعد البنف بهذا الموضوع. منروح لموضوع لم الشمل. هلأ لم الشمل بصراحة كان في ظلم. ليش كان في ظلم؟ كان الناس يلي معها إقامة حماية سنة بعد ما سمحوا انه يعمل لم شمل كان مظلوم بهذا الموضوع، والناس يلي أخذ إقامة 3 سنين كان موضوعهم سلس أكتر من الناس اللي معهم حماية. فهلأ أخذوا قرار جديد أنه رح يتم المساواة بهذا الموضوع. كيف يعني رح يتم المساواة بهذا الموضوع؟ هلأ المقصود من هذا الموضوع لوضح لكم فكرة بس هيك على السريع، جماعة اللي كانوا أخذين الحماية اللي هي سنة، هدول الجماعة وقت اللي أخذوا حماية سنة في لهم عائلات، في لهم ناس عم تستناهم كمان، فبدون يعملوا لهم لم شمل. تمام؟ هذول الجماعة وقت كانوا يعملوا لم شمل يقدموا طلبات لم الشمل ما كان في لهم أولوية. ليش؟ كان يتم إعطاء كل شهر 1000 فيزا لهذول الناس اللي هن تبعات الحماية، أصحاب الإقامة تبع الحماية. تمام؟ فكان الشخص وقت يقدم طلب اللجوء كان يضطر أنه يقعد يستنى يعني سنة أو سنة ونص. تمام؟ 9 شهور، سنة ونص، حسب كل واحد ونصيبه سبحان الله. تمام؟ فكان الموضوع هدول الجماعة يعني كان في عندهم كتير مشاكل بهذا الموضوع، انه انتظار، فالناس كانت تقعد تستنى سنة ولا سنة ونص، وفي ناس استنت اكتر من سنة ونص، وفي ناس استنت سنة ونص وما اجاها لم شمل، فهذا الموضوع كانوا مظلومين فيه. اما بالنسبة لجماعة اللي عندهم اقامة، اخذوا اقامة 3 سنوات، تمام؟ هذول الجماعة كانوا يقدموا طلبات لم الشمل خلال بالكتير 6 شهور تكون المرأة موجودة عنده بالكتير. تمام؟ والعيلة كله يلم الشمل خلال 6 شهور. فهذا الموضوع حسوا انه في ظلم، هن رح يعملوا هلأ مساواة بهذا الموضوع، انه اصحاب اللي عندهم اقامة حماية سنة او سنتين، او الناس اللي عندهم اقامة 3 سنوات او واللي هي رح يكون في مساواة بيناتهم، انه رح يكون الطلبات تندرس نفس الشيء، يعني ما عاد في تفرقة بين هدول وبين هدول، خلص اللي عنده حماية سنة او اللي عنده 3 سنين لازم يتعالج طلبه بسرعة وينبت بموضوع لم الشمل بسرعة. فهذا الموضوع جديد رح يعالجوه ان شاء الله.
هذا القرار بصراحة حلو. هلا اللي حقلكم اياه، هذا القرار لم الشمل للزوج او الزوجة. كان مثلا الزوج موجود بألمانيا بده يعمل لم شمل لزوجته بسوريا بلبنان او بالاردن وين ما كان، تمام؟ كان ينطلب منهم شهادة الآينز اللي هي اقل مستوى باللغة، كان ينطلب منهم انه لازم يعملوا شهادة الآينز وبدهم يقدموا طلب لم الشمل للمنظمة. اذا ما كان شهادة الآينز ما كان ينقبل الطلب، تمام؟ يعني خلص ما في شهادة آينز ما بينقبل الطلب، لازم يكون معك شهادة آينز. هلأ لا، بدهم يغيروا الموضوع. هلأ شهادة الآينز رح يلغوها، ما رح يطلبوها من الشخص المدعو اللي يدعى من سوريا او من الاردن او من لبنان، ما رح يطلبوا منه الشهادة. بس هي الشهادة لازم يقدمها امتى؟ بعد ما يوصل على المانيا. يعني بيروح على المنظمة بيقدم طلب اللجوء بالمنظمة، بيقدم الاوراق الاثباتات بيانات الولادة عقد الزواج والامور واللي يعني هالامور كلياتها هاي، بيروح بيقدمها بينقبل الطلب وخلصت بدون شهادة الآينز. بس انه لازم وقت يوصل على المانيا بعد وصوله بفترة لازم فورا يعمل دورة ياخذ شهادة الآينز ويقدمها للأوستاندا بيوردا، تمام؟ فهذا الموضوع راح يساعد كتير ناس بصراحة، لأنه في ناس كتير عم تعاني موضوع شهادة الآينز، فهذا الموضوع راح يلغوه إن شاء الله. آخر قرار عنا لهذا الموضوع إن شاء الله، واللي هو إنه بالعادة الشخص كان يجي على ألمانيا يقدم طلب اللجوء ياخد إقامة 3 سنوات أو سنة أو سنتين، تمام؟ أو بالأحرى ما كان في سنتين، كان في 3 سنوات أو سنة، واللي كان معه سنة يجددوا له سنتين، تمام؟ فهلأ الموضوع رح يختلف، إنه كانوا يعطوا هن سنة أو 3 سنين أو سنتين، تمام؟ هلأ رح يختلف. ليش؟ لأنه مثل ما حكينا الطلبات رح تندرس بعناية بمكتب البامف وبنفس الوقت بمراكز اللجوء والمراكز اللي حيفتحوها لتساعد البامف. ليش انه كانوا يعطوا مثلا 3 سنين او سنه؟ كانوا يعطوا انه 3 سنين او سنه مشان بعد 3 سنين مثلا يروح الشخص بده يجدد، يرجعوا بقى مكتب البنك شو يساوي، يرجع يدرس طلبه من اول وجديد ويشوف انه يعطيه 3 سنين او يعطيه 5 سنين او يعني شو بده يتخذ قرار. فكان هذا الموضوع يعمل ضغط على مكتب البنك، تمام؟ ليش؟ انه كان كل 3 سنين لازم يرجع يراجع الطلبات نفسها، ليرجع يرد يراجع الطلبات نفسها. فهذا الموضوع كان عم يعمل ضغط كتير على البنف والمراكز طلبات اللجوء. فهلأ الحكومة قالت لك انه نحن هذا الشيء ما عاد نعمله، نحن هلأ لانه الطلبات رح ندرسها بعناية ونشوف هذا الشخص انه حياخد اقامة 3 سنين، بعدين بقى تلقائيا وبيروح ياخد 5 سنين او المفتوحة، تمام؟ فهذا الموضوع رح يلغوه، انه ما رح يرجع يرد يتقدم طلبه للبامف والبامف يرجع يدرس طلبه بعد 3 سنين، لانه هذا عم يصير ضغط يعني على المكتب، وفي ناس عم تجي جديدة فعم يصير ضغط انه بيرجع الواحد بيراجع ملف هو كان عنده من 3 سنين او كان عنده من سنة. فهذا الموضوع رح يلغوه، ما عاد في هذا الموضوع، بيعطوا اقامات 3 سنين او ويمكن ما بعرف، يمكن على ما اعتقد يمكن يلغوا موضوع السنة، لانه القرار رح يتخذ يعني بعنايه، فانه حيشوفوا انه الشخص بحق له ياخذ 3 سنين ولا ما بحق له، بحق له يقدم لجوء ولا ما بحق له يقدم لجوء. لانه مثل ما حكينا اذا قدم طلب اللجوء مثل ما قلتكم رح يندرس ويشوفوا انه بحق له ياخذ طلب لجوء ولا لازم يترحل. فهذا الموضوع بظن انه رح ينتهي، يمكن ما عاد في سنه على ما اعتقد، مو اكيد على ما اعتقد، هذا اعتقاد من عندي بس، تمام حبايبي؟ سامحوني إذا طولت عليكم بالفيديو، بس شفتوا معلومات أنا مختصرة كتير، ما فيني اختصرها بعشر دقايق ولا 15 دقيقة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تعملونا لايك وتشاركوا الفيديو وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد أنا بنزله بهذا الموضوع إن شاء الله، وعن موضوع ألمانيا وفي كتير مواضيع تانية أنا بحكي فيها. قناتي اسمها منوعات تعليمية، فيها كتير شغلات غير موضوع اللجوء والقصص كلها، تمام؟ بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.